السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندس فاضل معاكم مهندس اسلام جميل، وان شاء الله هنبدأ في كورسنا الجديد واتعلم برنامج الريفت المعماري. الحمد لله الحمد لله. بعد يا باشمهندسين ما عرفنا الليفلز الموجودة عندي في المشروع، على طول دايركت امسك كل الليفلز دي، اي حاجة بعملها يا باشمهندسين اهو اعمل له سيلكشن عليهم، سيلكشن، واعمل حاجة اسمها بن او اختصارها بي ان، اهو اقول له بن كاني قفلتهم بالشكل اللي قدامي ده كده. وفي علامه هنا تحت موديفاي حاجه اسمها سيلكت بند اليمنت، يعني ايه؟ اعمل سيلكشن على اي حاجه معمول لها بند. لو انا شلت الرايت دي حاولت اعمل سيلكشن ولا كانه موجود عندي، ولا كانه اي موجود عندي خالص. ودي بنستخدمها كتير جدا عشان اثناء شغلنا لو احنا ما نغلطش في الاليفيجن او نعدل او اي حاجه. بص كده ما تقدرش تعمل تعديل او اي حاجه في الاليفيجنز الموجوده عندك. طيب تاني حاجه عايز اعملها، عايز اعرف كل الجريد اللي موجود عندي، فانا هروح على ليفل وليكن ليفل 2. ليه يا باشمهندس ليفل 2 حضرتك؟ لان الجراوند فلور عندنا كان الليفلز بتاعه، لو انا قفلت ده كده ورجعت فتحته تاني هلاحظ ان الجراوند ليفل عندنا كان على منسوب 60 سم اللي هو ليفل 2 الموجود عندنا. فانا هروح على ليفل 2 واستورد الجراوند، او اروح على الليفل الفيرست او اي حاجه اللي يعجبني. لو انا بصيت هنا هلاقي كل الليفل هنا بلس 6 من 10، فهروح هنا برضو على ليفل 2، او ممكن اغير الاسم بتاعه زي ما انا عايز براحتي، واقول له برده نفس الكلام انسيرت امبورت كاد، نفس الكلام اختار من هنا اد الجراوند بلان، بلان بلاك اند وايت، اول ميترز، مانوال سنتر، كرنت فيو اونلي، اوبن بالشكل اللي قدامي ده. بعد ما استوردته ابدا اضيفه في اي في النص اللوحه مثلا هنا، او في اي مكان انا عايزه بالشكل اللي قدامي ده. قلت له يا باشمهندس طب باقي اللوحات هنفهم مع بعض باقي اللوحات ازاي اتعامل معاها. برده بنفس الاسلوب في في فيزابيلتي اند جرافيك، في في امبورت كاتيجوري جراوند بلان، اقول له هاف تون عشان اعرف اتعامل معاه واقول له ايه اوكي بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب باشمهندس عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل الجريدز الموجوده عندي. اروح برده على اركتكتور اقول له جريد واقول له بيك لاين، هروح واحده واحده كده اضغط على ده هلاقي اسمه واحد، ده الديفولت اللي بيجي مع البرنامج ان هو بيسميه لي واحد. انا وليكن عايز اسميه ايه، هاجي هنا اقول له ايه انتر، وابدا اختار كل الجريدات عندي، هو اوتوماتيك خلاص بيمشي يعمل نفس التركيب الموجود عندي اهو. وطبعا دي ممكن نعملها البو زي ما احنا قلنا لحضراتكم كده. انا عرفت الجريد في اتجاه الواي، عايز اعرف الجريد في اتجاه الاكس، اختار ده كده اهو واضغط هنا واقول له ايه واحد عشان يبدا يعمل التركيب الجديد اهو بالشكل اللي قدامنا ده كده يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه بدات اعمل كل الجريدز الموجوده عندي. اول ما بخلص الجريدز اللي موجوده عندي واظبطها ممكن اخش على في في زباليتي اند جرافيك امبورت كاتيجوري، اشيل العلامه الرايت دي كده هيخفي لي البلان اللي انا مستورده. اظبط بقى، يعني انا عايز بقى البابلز دي تظهر فوق وتحت، اضغط على اي حاجه من هنا. دي معموله في صوره فاميلي، يعني ايه فاميلي؟ يعني حاجه ليها مثلا شكل داش لاين او سنتر لاين، ليها بابل تحت فوق، ليها كذا، ليها مواصفات معينه، فدي كلها بنسميها فاميلي. لو انا ضغطت على ايدي التايب ورحت على علامه الجراوند سيمبل قلت له اظهره لي في الستارت او الاند 1، اوتوماتيك هيبدا يظهره لي بالشكل ده. طيب ممكن اقلل السكيل شويه اخليها 1 ل 50، وامسك ده من هنا واقول له اد البو واضيفه واحركه بالشكل اللي قدامنا ده كده. بس قبل ما احركه همسك كل ده وانزله لحد، انا اسف، نعمل ثاني كنترول زد كنترول زد كنترول زد، همسك دول واحركهم كده لحد ما يمشوا مع بعض بالشكل اللي قدامنا ده كده. بعد كده امسك ده اقول له اد البو وحركه بالشكل اللي قدامي ده كده من هنا كده، او حرك ده كده بالشكل ده، وامسك ده اقول له برده اد البو وحركه برده كده. يبقى انا كده ايه ظبطت ايه الجريدات، ونفس الكلام بنفس الاسلوب امسك دول كده ده كده احركهم مع بعض بحيث يتماشوا مع بعضهم كلهم اهو، وبنفس الكلام اقول له ايه اد البو بنفس الاسلوب برده فوق ويمين وشمال بالشكل ده كده، ونفس الكلام برضو همسك ده كده واحركه بالشكل اللي قدامنا ده كده. بعد ما عملت الجريدات على طول دايركت من غير ما افكر امسك كل الجريد واقول له بن. ليه؟ عشان ما اغلطش واحرك اي جريد من مكانها واغلط وانا برسم اللوحات بتاعتي.